Bismillah, salatu selam ala Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi umun ala sallamma ba'd. Nota rakam 13, the tuning STB convergence timers. Spanning tree زي زي اي بروتوكول بيشتغل ليه تايمرز بيبتدي يعد وبيبقى ليه كاونت داون عد تنازلي وبناء عليه بيحصل حاجة لما العد التنازلي ده بيخلص. مثلا بعد قد ايه لو ما سمعتش من الروت بريدج البي بي دي يو اعتبره مش موجود، ابتدي اعمل ايه ريكمبيوت للتوبولوجي. لو في لينكة جديدة اضيفت للتوبولوجي بعد قد ايه هتخش في الفوروردنج ستيت باي ديفولت. بعد قد ايه يعني الروت بريدج بيبعت البي بي دي يو بعد ثانيتين باي ديفولت اقدر اغيرها او ما اغيرهاش. بس دي كلها ايه تايمرز، بيقولوا عليها اسباني تري تايمرز. فاحنا عايزين نعمل تغير او تونينج للسباني تري تايمرز بحيث ابقى فاهم الموضوع ماشي ازاي، لو طلب مني ان انا اعدل او اغير ابقى عارف اعمل ايه. يبقى بالنسبة للنقطة دي عدي أربع عناصر. يا ليلى الشتاء الطويل. Configure the root bridge. الروت احنا هنكونفجر الروت ده so that the switches generate the spanning tree hello packets every 3 seconds. يعني كل 3 ثواني يحصل generate للايه للهلو بتاعت spanning tree. والمطلوب اللي بعد كده when the new port becomes active it should wait 20 seconds before transitioning to the forwarding state. طبعا احنا معروف ان بتبقى البورت باي ديفولت في الليرنينج لمده 15 في الليرنينج لمده 15 ثانيه وفي الليسننج لمده 15 ثانيه 30 ثانيه. انا عايز اغير القيمه دي ل 20. بعد كده بيقول لي if the switches don't hear the configuration message within the 10 seconds. واحنا هنشوف المفروض ان هو الماكسيمم ايج ده كام باي ديفولت. They should attempt to reconfiguration. This configuration should affect all the currently active VLANs and any additional VLANs created in the future. طبعا انت تقدر تتون او تغير التايمر دي بناء او بيست على VLAN specific او تقدر تخليها على ال entire VLAN range اللي اتكريتت دلوقتي واللي هتتكريت بعد كده. طيب اول حاجة الهلو تايم بتاعي، يبقى لو جينا هنا بصينا على اي سويتش من السويتشات دي هنلاحظ ان الهلو تايمر هنا الهلو مسج بتتبعت كل قد ايه؟ كل ثانيتين اللي بتبعت فيها الايه؟ البي بي دي يو الكلام ده. الفوروردينج ديلي بعد 15 ثانية. الماكسيمم ايج اللي انا ما سمعتش مدة 20 ثانية اعتبر الراجل ده مش موجود. مين اللي حاطط الكلام ده هنا؟ ده في الروت بريدج بالنسبة لستة هنا، طبعا سبعة الروت. هذا الهلو كل سنتين. و ايجنج تايم ده طبعا انا هفلاش الماك ادرس تيبل بتاع السويتش بعد ايه 5 دقايق. هو عايز يعمل اول حاجة ايه؟ ان الهلو تبقى كل قد ايه؟ كل 3 ثواني. فهنا احنا هنقول له ان خش بقى سباني 3 VLAN 1 ل 4094 الهلو تايم بتاعها كل 3 ثواني مش كل ثانيتين. خلينا نيجي على كل السوشيال دي.
سبانك 3 كوبي. طيب لو رجعنا دلوقتي لسبعة تاني شو سبانك 3 لفيلان 1، هنلاحظ ان الهلو تغيرت، بدل ما كانت ثانيتين اصبحت ايه 3 ثواني. تمام، ما زال هنا الفوروردنج ديلي 15 وما زال الماكسيمم ايج 20. انا بيقول لي بعد كده احنا هنعمل ايه، هنغير الفورورد تايم لكام؟ ل10. المطلوب هنا ان انت تخلي الترانزيشن تو ذا فوروردنج ستيت ياخد 20 ثانيه، يعني 10 للليسننج و10 للليرننج، يبقى كده التوتال كام؟ 20. يبقى set the forward delay time for the specified spanning tree instance. The forwarding time determine how long each of the listening and the learning state last before the interface begins forwarding. The range is 4 to 30 seconds. So right now I'm going to copy this. لاحظ ان الفورورد ديلي بقى كام هنا؟ بقى 10. الاول كان كام؟ كان 15 للفوروردنج، للليرنينج 15 للليسنينج. هنا دلوقتي عندي فورورد ديلي 10 ثواني للليسنينج، 10 ثواني للفورورد. اوكي طيب يا باشمهندس، شو الفرق بين الان الفوروردنج والليسنينج والليرنينج للانترفيس نفسه والبيلان؟ يعني احنا الان لما نشبك الانترفيس للسويتش اول شيء 15 ثانيه ليرنينج، بعدين ليسنينج، بعدين فوروردنج 45 ثانيه. دلوقتي البورت انت حطيت الكابل في البورت بتقوم، ماشي؟ صحيح. لما بتقوم بتخش على طول في الفوروردنج ولا بتخش في مرحلة في الاول اسمها اللي لا اول شيء الليرنينج بتليرن ايه بالظبط؟ الماك ادرس. الماك ادرس صح، بس هي في الليسننج قبل الليرنينج، معلش ليسننج بعدين ليرنينج، صحيح كلامك، بعدين ليرنينج. طب هي بتلسن لايه؟ للبي بي دي يو اللي بيتم تبادله ما بين السويتش ده والسويتش المقابل ليه، اللي على اساسه بيتحدد مين الروت بريدج، مين الروت بورت، مين الديزيجنيتد بورت وهكذا. طيب خلاص حددنا، يبقى يخش السويتش بعد كده في المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الليرنينج، اللي هو بيليرن ايه بقى؟ بيليرن الماك ادرس تيبل من السويتشات المحيطه بيه. بعد كده بيخش في مرحله الايه؟ الفورورد. الفكره ان هو طبعا بيحط لك ديفولت تايمر للايه؟ للمرحلتين دول، الليسننج والفوروردنج. هو دلوقتي طلب مني ان انا اغير التايمرز بتاعه الايه؟ الكلام ده. قال لي هنا اني when the new port becomes active it should wait 20 seconds before transitioning to the forwarding state. فانا عشان يحصل ده انا قلت ايه، سبانينج تري لفيلان من 1 ل 94 الفورورد تايم بتاعها كام؟ 10. 10 دي للليسننج و10 للايه؟ للليرننج. عشان كده لقيت ان هنا ايه اتغيرت، الاول كانت هنا كام؟ 15، اصبحت هنا اوكي يا باشمهندس مفهوم. تمام، فاضل الاخيره سبانينج تري دي ماكسيمم ايج بعد قد ايه؟ لو ما سمعتش من اللي قدامي
اعتبره مش موجود، هبتدي ايه اريكمبيوت التوبولوجي من وجهة نظري او حسب ما يكون. بيقول لي هنا ان الكوماند ده بيقول لي set the interval between this configuration should affect all the VLAN in the future. Yeah, this is the one. If the switches don't hear a configuration message within the 10 seconds, they should attempt the reconfiguration. دي هنحتاجها، هنحتاج معها الكوماند ده. Spanning tree VLAN 1 to 4094 maximum age 10. Maximum age بيقول لي ان هو بيضع الفترة الزمنية between the message that the spanning tree receives from the root switch. يعني انا بسمع البي بي دي يو من الروت سويتش كل فترة زمنية معينة، الماكسيمم بتاعي 10 ثواني. لو ما سمعتش لمدة 10 ثواني ببتدي بقى انا ايه اتحرك واخد قرار واحسب من جديد. بيقول لي if the switch doesn't receive a BBDU message from the root switch within this interval, it recomputes the spanning tree topology. انا هبتدي ايه احسب من جديد ال spanning tree او التوبولوجي بتاعتي، والرينج بتاع الماكسيمم ايج من 6 ل 40 ثانية. طبعا هنا موجود كام؟ الماكسيمم ايج 20 ثانية، وعايز يخليه كام؟ عايز يخليه الماكسيمم ايج تحول من كام؟ من 20 ل 10. واضحة كده يا علي؟ واضحة يا باشمهندس. وبالرقم ده اقدر اغيره؟ هل بيتغير من هنا؟ من قبل السبانينج تري ولا من قبل حد تاني؟ طيب لو كنت بتسمع الفيديو بعد كده that's a homework how we can change this value here and thank you.